مساء الخير، أنا هايك دانيال ورح أجيبكم كما تعودت دائما أن أنقل لكم كل المستجدات التي تحدث في أرمينيا. اليوم أعرض عليكم هذا المول الذي افتتح قبل عدة أيام في أرمينيا. أنقل لكم النافورات الرقمية التي دخلت كتاب غينيس للأرقام القياسية. إن كنتم أول مرة تشاهدون فيديوهاتنا، أرجو أن تضغط سبسكرايب أسفل الفيديو، ولا تنسى أن تضغط جرس التنبيه لكي تتمكن من متابعة كل ما سننشره لكم. كما تعلمون تنطلق المياه من الأسفل إلى الأعلى، لكن هذه النافورات التي دخلت في الأرقام القياسية تتساقط المياه من فوق إلى أسفل بتشكيلات جميلة ومختلفة. ابقوا معنا وتابعوا الفيديو للآخر، ستشاهدون مدى جمالية هذه النافورات.